إياد نصار للمرة الثالثة على شاشة رمضان على التلفزيونات المصرية، مش كده؟ الثالثة الرابعة الرابعة الرابعة. مواطن اكس او سيتيزن اكس او حاسس ايه؟ المنافسة قوية هذا العام ولا المنافسة افضل شوية مع قلة عدد المسلسلات؟ المنافسة دايما يعني هي المنافسة قوية في رمضان، زادت عدد المسلسلات او قلت يعني، حتى لو كنت المسلسل الوحيد فانت منافسه مع ذائقه الجمهور ومع مدى تقبلهم ليك. بس لما بتبقى ضمن مسلسلات ضخمه ومجموعه كبيره فرصه مشاهدتك اقل. يعني مش عارف، هو السنه دي عدد المسلسلات اقل فهيكون التركيز اكتر، يعني ممكن اوقات المسلسلات اللي عدد المسلسلات الاكتر بتضيع، حتى لو كان في مسلسل مهم انما بيضيع في الزحمه، فلا فكل المسلسلات واخده حقها، وده برضو احساس مش سهل. لما ما خفتش ان في تشابه ولو طفيف بين الدور اللي انت بتعمله وبين دور خالد الصاوي في اهل كايرو؟ لا بالعكس، انا كنت من اكتر الحاجات اللي انا حاططها في دماغي انه انا واحد من معجبين خالد الصاوي يعني كممثل، ف انه هو مع حفظ الالقاب يعني استاذ خالد الصاوي قفل منطقه المحقق، قفلها يعني تماما، فاي ممثل هيخش على منطقه المحقق هيتحرك في الاطار ده، اطار خالد الصاوي. فعشان كده انا كان اهم حاجه عندي انه فعلا كاركتر الضابط او المحقق هو التركيبه النفسيه بتاعته مختلفه تماما، فده سمح لي، اداني فرصه انه انا كممثل اروح ابحث في منطقه جديده ملهاش علاقه في نسخ الواقع على قد ما هو افتراض على شخصيه ضابط بشكل معين. فده خلاني انا اتحرك في منطقه جديده ما يحصلش اي تقاطع او اي تشابه او اي مقارنه. ليه اخترت مواطن اكس؟ يعني ليه انت كنت بتعمل افلام مسلسلات بادجت كبير، يعني كنت بتعمل مسلسل عملت خاص جدا مع يسرى، عملت الجماعه ده من اكبر المسلسلات السنه اللي فاتت، ليه المواطن اكس السنه دي؟ ويمكن البادجت بتاعته تكون بعيدا عن موضوع البادجت يعني ممكن نتكلم فيه، انما الاساس اختياري هو قرايتي للاحداث. يعني انا ابتدي من اشرح فكرتي من الاول، لانه هو كل الثورات في العالم بعد ما تحصل بتعمل انعكاس على كل نواحي الحياه، سواء اجتماعيه سياسيه اقتصاديه، فدي الانعكاسات وثقافيه طبعا. فمن قرايتي انه لازم الثوره اللي حصلت في مصر لازم تعمل انعكاس، وانا بعتقد انه اول انعكاس ليها على الناحية الثقافية هو الحالة الجماعية للبطولات. يعني انت عندك شعب كان كله بطل، بعد ما كانت المسألة بطولات مطلقة سواء في السياسة او الاقتصاد او الثقافة او الفنون كانت بطولات مطلقة، احنا تحولنا لفكرة البطولة الجماعية. فانا من قرايتي للموضوع لغيت اي فكرة مشروع له علاقة ببطولة مطلقة، وبدأت ابحث عن فكرة البطولة الجماعية كقرايتي للقادم. بس ده عرض عليك قبل الثوره ولا بعد الثوره؟ لا هو تقريبا قبل وبعد الثوره. لا يعني هو كان مشروع قائم موجود موجود وناسبني ما بعد الثوره، ان هو انسب مشروع يحقق الفكره اللي انا اريها عن الساحه. بس انت عرضت عليك افكار اخرى ببطولات مطلقه وانت رفضتها؟ نعم نعم. وقررت وكان عندي مشروع بطوله مطلقه وتاجل. ايه كان اصعب مشهد عملته في المسلسل طول المسلسل؟ يعني بشوفك بتخش المقابر كتير هو فعليا أي انا عندي مشكله مع المدافن بشكل يعني صعب، يعني اي مشاهد داخل مدافن انا بكون تعبان او بعيط اوقات يعني، فمش عارف يعني السبب، بس خلاص في حاله كده بتحصل لي، فهو ده من اصعب المشاهد اللي كانت عندي. بس هو كان الحركه كمان، الحركه الشخصيه الجسديه كمان كانت صعبه بالنسبه لي، يعني كانت متعبه ان هو في عنده حركه من نوع خاص كمان. طبعا ده بيتكشف مع كل ما تتكشف الشخصيه، كل ما تبان تفاصيلها اكتر. يعني حاسس ان المواطن اكس السنه دي هينافس زي ما كان الجماعه فيلم تقريبا في المقدمه السنه اللي فاتت؟ والله مش عارف، المقارنه ما اعتقدش انه يعني ما اعتقدش انه هتكون منصفه بالنسبه لنوع العملين. يعني الجماعه نوع كان مختلف تماما عن مواطن اكس، انما انا بالنسبه لي هو الخطوه بعد الجماعه. كنت عايز تتخلص من رداء الجماعه؟ حسن البنا تعبني، يعني كان لازم اخلص من حسن البنا، تعبني، لانه انا بحب تكون الشخصيه ليها طريقه انفعال خاص فيها، بتتحرك بطريقه مختلفه، فبتكون معايا طول الفتره
اوقات بتبهت على الحياه عندي بعد ال وبهتت على حياتك؟ في بعد ال بعد ما حسن البنا يعني بعد يعني قررت مثلا انت فكرت انك تنضم لحزب الحريه والعداله؟ مش كده، لانه انا مش يعني انا بكون بقدم بني ادم، فالبني ادم ده بطريقه حركه الحركه بيفكر ازاي فده باخده معايا انا بعد ما اخلص من المسلسل. وفضل معاك حسن البنا قد ايه؟ لا قعد شويه معايا لغايه ما خلصت منه. طيب هخرج فاصل عند حسن البنا، وبعد الفاصل هنسأل إياد نصار عن كل الحقيقة في مسلسل الجماعة، وده مسلسل كان عليه كثير من علامات الاستفهام. تقدر تقول لنا الحقيقة كاملة حول مسلسل الجماعة؟ ده مسلسل أثار جدلا سياسيا أكثر من الجدل الفني. الحقيقة بمعنى؟ بمعنى هل كان مسلسل موجها في حقيقته؟ هل إياد نصار كان يعرف أو لديه معلومة أنه ربما كان مسلسلا موجها؟ والله أنا يعني صدقا حسن البنا وسيرة حسن البنا، السيرة الذاتية لحسن البنا وأفكاره الأهم اللي احنا كنا بنطرحها داخل العمل، احنا ما كناش طرح لسيرة ذاتية، احنا كنا بنتكلم عن أفكار حسن البنا، والأفكار اللي لا زالت لغاية الآن مؤثرة، ممكن يعني ممكن أشخاص مقتنعين بشيء وإحنا كنا مقتنعين بشيء آخر. إنما هنا أنا لما كنت داخل منظومة العمل الجماعة أنا كنت مدرك تماما، واستاذ محمد ياسين كمخرج واستاذ وحيد حامد كمؤلف وسيناريست للعمل، وانه مدركين انه الفن عمره ما كان دوره معلم بمعنى موجه انه اعمل او ما تعملش او اقتنع او ما تقتنعش، هو يطرح ولما يطرح الموضوع بتصير اسئله، الاسئله دي يجيب عليها المشاهد نفسه. بس في عرض التاريخ هناك وجهات نظر. هل انت كنت مقتنع بوجهة النظر التي قدمها الأستاذ وحيد حامد اللي هو أحد أكثر المعارضين لفكرة الإسلام السياسي؟ أعتقد أنه كان في نهاية المسلسل كانت كل المراجع للعمل كانت موجودة. أنا مش هقولك أنا قريت كل المراجع بشكل يعني لأنه أنا كنت بتعامل مع حسن البنا كإنسان، فإنما أنا عندي فكرة عن حسن البنا من قراءاتي الخاصة الشخصية يعني من زمان. فالموضوع كتاريخ وكأحداث فهو مثبت من خلال المراجع اللي كانت موجودة في نهاية المسلسل، والأفضل مني في الإجابة على السؤال ده هو أستاذ وحيد حامد. لكن أنت في الأداء كان هناك لمحات كده كأنك عايز تطلع حسن البنا برضو رجل مش طيب قوي، رجل لديه دوافع سياسية، رجل يبطن يظهر خلافة ما يبطن، وفي مواقف كتيرة كانت. هو أنا مش عايز أظهر، أنا ما أقدرش أتعامل مع شخصية بقدمها وأنا حاكم عليها. يعني ماذا ما كان حكمك على حسن البنا؟ أنا ما أقدرش أقدم شخصية أنا بحاكمها، أنا لازم أكون مقتنع تماما، وأنا ببحث عن مبررات الشخصية للحركة، شخص تحرك من A to Z، فأنا لازم أفهم هو كبني آدم اتحرك إزاي، أنا بفصله عن المادة التاريخية، أنا بتعامل معاه كبني آدم. يعني أنا ما سألتش أستاذ وحيد، يعني ما جاتش في 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 عقلك لحظة شك حتى بعد المسلسل لما شفت الإضاءة مثلا، استخدام الإضاءة بشكل معين، استخدام الكاميرات بشكل معين، يوحي الكاميرا ممكن تقول كل حاجة بعيدا عن التمثيل، ما شكتش ورحت سألت أستاذ وحيد هل ده كان حسن البنا بجد ولا احنا موجهين لاتجاه آخر؟ لا، المصادر والكلام والأحداث التاريخية أكيد أنا عندي فكرة عنها ومؤكدة ومثبتة، وأنا بالنسبة لي أنا كممثل أتعامل مع النص كما هو، أوكي، بما يتوافق مع أفكاري نفس الوقت. المخرج كان بيوجهك أو الأستاذ وحيد كان بيوجهك بشكل معين في رياكشنات معينة، في نظرات معينة كناحية فنية؟ ما هي الناحية الفنية بتعبر عن 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 وضع معين، يعني نظرة الخبث غير نظرة الطيبة، كل ده هي الناحية الفنية، أنه أنا مش هفرض على المشاهد أنه فكر كده أو ما تفكرش كده، هو هيشوف، إنما أنا بالنسبة لي أنا كممثل أنا أفهم في المادة الإنسانية. دي مهنتي، زي ما تسألي عن زي ما دكتور حركتك حركة جسمك ولمحاتك ونظراتك، يعني خلينا دي بتوحي كل شيء. يعني خلينا نتكلم مثلا في تفصيل، يعني شخص قدر على عجلة يلف 4000 قرية، يمتلك من الإصرار الشيء العظيم يعني، فدي أول صفة عنده فأنا هشتغل عليها. طب الإصرار لما يصطدم مع شيء معيق هيتصرف إزاي؟
دي المادة الإنسانية اللي أنا بتعامل معاها. فأنا قادر أنه أفهم البني آدم وأتحرك معاه، إنما أنه أنا أفرض وجهة نظر أنه فكر كده كل المشاهد فكر بهذا الاتجاه أو لا أو عكسه، مش ده دور الفن. هل عرفت بعد، هل صحيح كان في ضابط أمن دولة عرفت أنه كان موجود في المونتاج بيتابع المونتاج، هل ده صحيح؟ لا أنا ما سمعتش كده. ما سمعتش. ما هو اتقال حاجات كتير، اتقال إنه إحنا عاملين مسلسل عشان نقول كذا. ما هو ده يتناقض مع فكرة الفن نفسه، مع دور الفن نفسه. أول ما يتحول المدرس هيرفض. يعني أنت كمشاهد حتى لو كنت مشاهد بسيط. والمسلسل واجه انتقادات كثيرة جدا، يمكن ناس أعجبت بدورك بشكل أساسي، لكن المسلسل واجه انتقادات سياسية عنيفة. ومسلسلات أتفه من الجماعة تلاقي فيه إنه انتقادات ليهم. كعمل فني أنت لازم تلاقي. استغربت إن هو طيب مسلسل يناقش قضية الإخوان المسلمين ويعرض على التلفزيون المصري، دي كانت علامة استفهام كبيرة. بمعنى ان التلفزيون المصري كان يرى ان هذه جماعه طبقا لنظريه الدوله جماعه محظوره، فبالتالي ان يعرض حاجه عن سيره الاخوان المسلمين يجب ان تكون سيره تشوه الاخوان المسلمين عشان يترد على التلفزيون المصري. احنا عرضنا الحقائق وقدمناها زي ما هي موجوده ومثبته داخل المراجع اللي استند عليها الاستاذ وحيد حامد في الكتابه واللي قعد سنين يكتب في العمل. قدمناها ومن غير فكره التوجيه، بمعنى انه يعني تحريك المشاهد نفسه في اتجاه انه يفكر. هو المشاهد ارى، ومنهم من اقتنع ومنهم من غير قناعاته ومنهم من تحجر مش عايز يغير اي نوع من القناعات اللي عنده. الاخوان قرروا ان هم طبعا اعترضوا على هذا المسلسل، وقرروا ان هم هيعملوا مسلسل جديد واخر، وعلى فكره هم اعتقد بيعملوا شركه انتاج فنيه. لو عرض نفس الدور على اياد نصار بنظرة ووجهة نظر إخوان المسلمين هتعمل؟ أنا السؤال ده بيضحكني على ليه؟ يعني يردوا علي حسن البنا ليه؟ بصفتي إيه مثلا حسن البنا صادق؟ قرروا إن هم مثلا إن أنت يعني انبسطوا منك فقالوا لا برضو ممكن فحسن البنا السابق يعمل حسن البنا من وجهة نظرهم، لو يعني ده افتراضي مش منطق، يعني مش منطق فني، يعني ما ينفعش. ولا منطق سياسي؟ سياسي بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم يقرروا ان هو رجل نجح في هذا الدور بشكل اساسي. يعني انا اعمل بالعمل اللي انا بتسق مع افكاري. انا شخص مش بشتغل، انا ممثل بمعنى انه انا صاحب مشروع فني ثقافي، فانا بكون موجود داخل العمل اللي بيتسق مع افكاري. العمل الاخوان، العمل مش للاخوان، طالما متسق مع افكاري هشتغله. انما مش متسق مع افكاري انه انا اشتغل الضابط شريف في مواطن اكس واروح اشتغل نفس شخصيه الضابط شريف في مواطن واي مثلا. مش بس حسن البنا. فانت شايف ان حسن البنا كما قدمته متسق مع افكارك. تمام. اخرج فاصل هنا. وحسن البنا كما قدمه اياد نصار العام الماضي متسق مع افكاره. مسلسل جماعه كان مسلسل مهم، هل سيعاد عرضه مرة أخرى ولا ده مسلسل بعد الثورة كتب عليه أن يبقى في الأرشيف؟ فاصل ونرجع. تفتكر إيه اللي هتغيره الثورات العربية وقد شهدت أحدها؟ يعني كنت في مصر لما الثورة حصلت؟ وكانت ايه مشاعرك؟ احكي لي على مشاعرك. اهم حاجة اتخلقت يعني بعيد عن الخوف والقلق اللي هو الانساني الطبيعي. يعني اكيد كلنا خوفنا قلقنا طبعا. كان في ناس مؤمنة اكتر من ناس، وفي ناس اتخلق الايمان فيها في الفترة مع الوقت، وفي ناس ندمت انه ما كانش الايمان موجود عندهم بس حابين يرجعوا ويمتلكوا الايمان ده تاني ويتحركوا الطريقه. يمكن انا كنت من الخايف الان مش فاهم، بحاول افهم. بلوم نفسي اوقات انه يفترض انا مكاني كفنان اكون قادر استشرف اللي جاي، وانه اكون قادر اتنبأ بحدوث الحدث العظيم ده. بحترم شجاعتك الحقيقة انك انت بتقدر تقول ده. انا يعني ما كنتش، يعني عارفة ما كنتش قادر اقرأ
وناس كتيره كان نفسي افهم بالظبط اللي بيحصل. خلي بالك انت مش مصري كمان، انت اردني، وبالتالي برضو قراءه المشهد المصري ربما تكون معقده برضه. او انا كنت قلقان وخايف طبعا. بمعنى يعني انا بقالي 4 سنين عايش، صحابي ناسي، في ناس بحبهم موجودين كلهم، خايف عليهم قلقان نتطمن، وبنفس الوقت كان جوايا شيء بيقول انه يا ريت يعني لو انا ما قدرتش اعيش كمواطن في الحياه في العالم العربي بكرامه، يا ريت ابني يقدر يعيش ده. انا عارف انه ده الاحساس كان عند المصري اكبر من الاحساس اللي عندي، انما كان هو ده اللي جوايا. انما اللي حاصل في المنطقه العربيه بشكل عام، حاله الثبات عند الانظمه اللي هي مش مقتنعه انه احنا العالم الناس دي اللي اتجمعت في التحرير اتحركت ضمن عامل متغير، عامل بيتحرك بشكل سريع نت، وهم في حاله ثبات سنوات وعقود، وحتى بالقرارات يعني انت لما تطلع قرار اصلاح معين بيكون الشباب اتحركوا بطريقه اسرع. فايه يعني ازاي مثلا الانظمه دي حاكمه الشعوب بالطريقه دي؟ في خلل انه الشعب بيتحرك بالطريقه دي، الشباب بتتحرك بالسرعه دي، العالم بيتحرك بالسرعه دي، وثبات وبطء في انظمه مش عارفه تتحرك. هل حاسس ان هناك عدوى لهذه الحركه السريعه هتجوب العالم العربي؟ يعني احنا دلوقتي من تونس الى مصر الى ليبيا الى سوريا الى اليمن الى انا كإياد تتمنى ولا قلقان برضه؟ لا الموضوع اعقد من كده. انا بشوف انه لما يكون في دم بني ادم نزل على الارض وقتها ما فيش اي كلام في السياسه، تسقط نظريات السياسه. في بني ادم اول حق بيديه ربنا له انه يعيش، انه يكمل حياته، انه يحلم، انه يعمل اسره، انه يعيش كويس. فلما ينزل دمه البني ادم ده على الارض، مش مهم كل نظريات السياسه، مش مهم كل نظريات المؤامرات، كل نظريات المدسوس والغير مدسوس، الاهداف الخفيه والاهداف المعلنه، في بني ادم بيموت. بني ادم انت بتسلبه اهم حق الدوله ربنا انه يعيش. فانا لما اشوف منظر دم واشوف انه في ارقام شهداء، ما اقدرش اقرا ايه اللي بيحصل او احنا رايحين فين، او في انا بيستوقفني او مش بيستوقفني، انا بكون في حاله حاله مفزعه، لانه ده ممكن يكون انا او ممكن اي يكون شخص انا عارفه او شخص قريب مني. فازاي يتحول لارقام بهاي البساطه؟ او بياخدوها بهذه البساطه وبيحطوها في قوائم ويعدوا، بيبقى بس مجرد ارقام. يعني كانت ازمه الشعب الفلسطيني انه هو تحول لارقام، ولا زال يتحول لارقام الشعب الفلسطيني، كذا قتيل كذا قتيل. فكمان يعني واحنا بنستحمل يعني قاعدين نتحمل الموضوع ده، ودايما عندنا امل انه الموضوع فتكبر المساحه بشكل اكبر ويتحول العالم العربي كله الى ارقام، صعب. تفتكر ايه التاثير المباشر اللي هيكون لهذه الثورات وهذه التغيرات الضخمه جدا على الفن، على التمثيل؟ هو في الحقيقه هو الامل. نوع اخر من الفن هيخرج من رحم هذه الثورات؟ يعني ممكن نرجع نتكلم في النقطة الأولى اللي أنا كنت أتكلم فيها، إنه ممكن نتحرك من إطار الفردية ونروح باتجاه الإيمان بالحالة الجماعية للأفكار، الحرية في الأفكار. لما تكون بتتحرك كمجموعة أكيد في حرية. خايف من فكرة التشدد الديني أن يقمع بقى هذه الحرية الوليدة؟ أنا مش هخاف من التشدد الديني، بس انا اتمنى ان التشدد الديني ما يخافش مني انا اكون متحرر. انا هقبله بس يقبلني. ما هو ما نكونش كل القراءات قائمه على الالغاء. ليه تلغيني عشان تكون موجود؟ وليه الغيك عشان تكون موجود؟ خليك موجود وانا موجود. مش لازم انا عشان تنفي لي افكاري اول حاجه تقول لي انت مش موجود. تعال نتناقش نتكلم، انما بلاش القراءات كلها قائمه على الالغاء. لازم تلغيني عشان انت تكون موجود، ما تلغينيش وانا مش عايز الغيك. هنقدر نعيش مع بعض؟ لو قررنا نتحاور نتكلم نفهم حريات بعض.
بس هذا التيار إقصائي يعني في النهاية، الحرية لديه لها ضوابط، والضوابط دي لا تتفق مع ضوابط احنا ناس كتيرة من إذن احنا بنتحرك في دائرة يعني اي حركة فكرية. الحركة الفكرية بتتحرك من حركة فكرية ممكن تقتنع انها حركة بتدعو للإصلاح، وبعدين بتتحول لحركة جبرية بتبقى نظام جبري وقمع فبيتكسر. فإذا هم مختارين فكرة أنهم يتحركوا بالدائرة دي ويوصل لمنطقة الجبر والقمع ويتكسر، فده قراره. إنما الموضوع مش بالسهولة دي. عمرك خفت في وسط هذه الاضطرابات اللي اجتاحت مصر في الفترة من في يناير وفبراير أنك تمشي وتسيب البلد وتمشي؟ يعني أنت بقالك فترة مقيم معنا، تعود لا. إلى الأردن مثلا تقول لا أنا قلقان أو كده على أولادي؟ لا. أولادك هنا؟ أولادي لا، في الأردن. في الأردن. أولادي في الأردن من زمان يعني. مش من قبل مش من الثورة يعني. أنت نفسك ما قلقتش قلت لا أنا أمشي؟ لا، ما جانيش الإحساس ده. وقفت تحت في ال يعني وقفت. تحمي الشوارع؟ وقفت يعني أنا لوحدي في البيت، وقفت أكيد مش هحمي LCD ولا كنبة يعني. وقفت دوري، حسيت إنه لازم أقف. وقفت وكان يستوقفني فكرة الخوف عند كل أب وهو واقف لو سمع صوت أو عدت إشاعة من هنا إنه مش عارف مين سرق مين ومش عارف إيه حصل إيه. القلق الخوف، وإنه كانت فترة مش سهلة. لسه شايف إن التمثيل شيء نبيل زي ما كتبت في إحدى مدوناتك؟ طبعا شيء نبيل، بكل ما يحيط من. طبعا شيء نبيل. أنا دايما بستشهد بكلمة يعني شاعر السينما الأوروبية تاركوفسكي قال إنه طالما العالم غير رائع الفن موجود. في حاجات كتيرة موجودة لأنه العالم غير رائع. لما يكون العالم رائع احنا هنستقيل، هنمشي خلاص، ملناش دور. زي ما في حاجات كتيرة موجودة لأنه العالم غير رائع، فهما يفضلوا موجودين لأنه العالم غير رائع، واحنا هنفضل موجودين لأنه العالم غير رائع. أول ما يبقى العالم رائع ما نمشي، هندور على شغل تاني. ندور على شغل. تشتغل ايه تاني لو ما بقتش ممثل؟ دليفري. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. ودي كانت الحقيقة، له رؤية مختلفة الحقيقة في النظر للأشياء، لكن رؤية تحترم. ده كان إياد نصار، أشوفكم بكرة.